شغل الموتر يا ابو فيصل ترى الطرق خفيفه والرزق يا زهمني والله اني لعنانه ما تعذر فالظروف لا تعذر بالوظيفه لو تعسر عندي الموضوع قدمت استقاله طرقتي صوب الرياض ولا ركبت مع المضيفه فوق جيب يضرب السواق جاك من الوكاله والله جاك شعر ينطح البارود ويسمى قذيفه. وبارك لاخي عبد المجيد بن حريبان القلاع. واليا لفون الطيبين نتحمس ولهم تفوح صدورنا بالتحايا. وليس بغريب عليهم كرم الضيافه وحسن استقبال. في محفل اللي يعقد الراي ويحلي. يا مرحبا يا القروم بحفل ربع نقروم. عبد المجيد انت مرني وانا لك حزام ابشر بصمخ النوادر واجزى لوزانها دانت الحره وعن وجهها شلت القناع ما يقدم في المحافل قصيد بلا ذبيل ولا سافر في الطريق الطويل بلا متاع صاحب الحله يعرفون الرجال عموقه ينطح الضيفان ويرحب بهم ويهلي والليله الماقف ثمين وغالي والطيبة يا قفلها راعيها ابن نوار يقلع اللي يضد الضديد تفخر بها الادعالي وسط ميدانها القلاع اللي دعاني يطبخ راس حماية راعيها لا مرحبا للضيف مقصودة ما ندت يمنى حريبان كود من السمام من طناخة راس وانا وقفتي مع راعي الطيبة برهنها ما دام ان عقلي في محله وباحسن حال زحول النشامه ماني مجنب عنها بلا شاعر اللي ما يهمها